تعالوا بقى ايه نشوف الكيك بتاعنا مقاديره ايه. عندي للكيك محتاجه له اربع بيضات، او تعالوا نقرا الحاجه بالترتيب كده الموجوده. عندي كوبايتين من الدقيق، 2 معلقه من الكاكاو الخام، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وعندي فانيليا، واربع بيضات، وكوبايه من السكر، وكوبايه من الزيت، وكوبايه لبن. هقول تاني المقادير. عندي كوبايتين من الدقيق، وعندي كمان 2 معلقه كاكاو خام، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر وفانيليا، وعندي كمان 4 بيضات، وكوبايه سكر، وكوبايه زيت، وكوبايه لبن. تمام. تعالوا بقى ايه اول حاجه هنعملها. الكيك ده ثابت سواء فانيليا سواء شوكولاته، هو المقادير دي عشان الناس اللي بتسالني على الكيك الشوكولاته او الفانيليا، هي نفس المقادير ثابته للكيك بتاع الشوكولاته وكيك الفانيليا. تمام. هبدا احط ال4 بيضات وهضربهم مع كوبايه السكر، اهو سكر عادي مش باودر، وهجيب كمان الفانيليا، يبقى ال4 بيضات مع كوبايه السكر مع الفانيليا، فبمضرب كهرباء بتاع بيض او خلاط اي حاجه مفيش مشكله. نضرب فيها اكتر عشان تبقى فومي. هحط بقى السوائل اللي هي عبارة عن الزيت، كوباية الزيت وكوباية اللبن. كل الخطوات دي ثابتة سواء فانيليا سواء شوكولاتة. تمام. وهضرب ضربة كمان، وانا بضرب هقلب الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، وناخد ايات. طب قبل ما نشغل العجان، يا ايات صباح الفل، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ صباح الفل عليك. صباح الجميل يا حبيبي، قولي لي. وحشانا والله. وانتي كمان، انتوا دايما وحشنا. ما يخليكي. عندك اي سؤال قولي لي. كنت بطبع عليك ولو سمحت عايزه اعمل تهنئه لبنات اختي. اتفضلي. طبعا. سلام. متى ومليك، عايزه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. واحنا كمان بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين معاكي. الله يخليك. اتفضلي احنا معاكي، قولي يلا اللي انت عايزاه. اسمها مكه وايه؟ طب حاولي تكلمينا تاني. ماشي يا حبيبتي، تعالوا نكمل الكيك. انا كنت هرص كده لحد ما ناخد التليفون، بس تعالوا بقى نكمل الكيك. يبقى احنا حطينا ال4 بيضات عليهم كوبايه السكر والفانيليا وضربناهم لحد ما بقى فومي، حطيت كوباية اللبن وكوباية الزيت وأقلب كده. بعد كده هحط كوبايتين الدقيق اللي أنا حطيت عليهم البيكنج باودر ورشة الملح، وهنزل أخلط كل ده مع بعض. بصوا الخليط كده بقى تمام قوي. عندي هنا كده بقى عندي كيك فانيليا، تقدروا اللي انتوا تعملوها فانيليا بس. طب انا دلوقتي عايزه اقسم الخليط يبقى نص فانيليا ونص شوكولاته، هعمل ايه؟ اتاكد بس ان مفيش اي دقيق عندي، هقلبها كده كويس. تمام. وهبدا ان انا افك كده، هحط نص الخليط الفانيليا هنا ونص خليط الشوكولاتة الكيك اللي هو الفانيليا برضو الناحية التانية عشان هعمله شوكولاتة، يبقى نص فانيليا وهعمل نص شوكولاتة. تمام. بالشكل ده كده
اهو، هخلط كده شويه كاكاو خام، المعلقتين بتوعي كده، عشان اخلي الخليط ده بالشوكولاته. طب لو انا بعمل كيك شوكولاته كامل مش مقسماهم، هتشيلوا معلقتين دقيق من الكوبايتين وتحطوا مكانها معلقتين كاكاو خام بنفس كل المقدار ده، فتقدروا اهو تعملوها شوكولاته او فانيليا. انا قسمت الخليط، هعمل شويه شوكولاته وشويه فانيليا بالشكل ده. خلاص، طبعا احنا هنا عشان مزودين معلقتين كاكاو، فممكن يعني تزودوا قدامها لو لقيتوا القوام تقيل شويه، بصوا اتقل من الفانيليا، تقدروا ان انتوا تزودوا معلقتين لبن او معلقه لبن لو لقيتوا ان المعلقتين الكاكاو مسكوا الخليط قوي. بس انا تمام، هو مش ماسك الخليط قوي فهشتغل بيه. هجيب صينيه اكون مقاس مثلا 22، مش اكبر من كده، وهقوم مبطناها بشويه زبده وشويه دقيق. اسلام اغرف لي يلا الكوسه هنا، وهبدا ان انا احط بالمعلقه كده، بصوا معلقه كيك فانيليا. بصوا الخطوه دي هتاخد بالظبط يعني 5 7 دقايق منكم، فانا هوريكم الفكره وانتوا تبقوا اهو، حط معلقه جوه معلقه وهكذا. هتشتغلوا بقى انتوا كمان بسرعه يعني في البيت، اهو معلقه جوه معلقه لحد ما تخلصوا الخليط كله، اهو معلقه جوه معلقه. بصوا المعلقه بتزق اللي تحتيها، وهكذا لحد ما اخلص الخليط كله. فاهمين الفكره؟ عشان يبقى من جوه لما نقطع يبقى شكل الزبره، يبقى معلقه هتزق اللي تحتيها لحد ما نخلص كل الخليط ده. فهمتوا الفكره؟ يعني احنا هنعمل الخليط ده معلقه ومعلقه لحد ما نخلص الصينيه. طبعا ده هياخد وقت مننا شويه. الكيك فين يا اسلام؟ هياخد وقت مننا شويه، فيعني طبعا ايه يعني ده تقدروا ان انتوا تعملوه بمنتهى السهوله، معلقه فانيليا معلقه شوكولاته، معلقه فانيليا معلقه شوكولاته، لحد ما نخلص الكيك عندي كل الصينيه. وهخبزها على درجة حرارة 180، شغال الفرن تحت بس، تقدروا ان انتوا تحطوها، بتاخد حوالي ساعة الا تلت. تمام، بصوا شايفين شكلها عامل ازاي، ولما هفتحها اهو هوريكم بس من جوه هي عاملة ازاي. اهي هي دي الفكرة، بصوا من جوه عاملة زي الشكل اللي هو الزبرة.